لذلك سيدنا عبد الله بن عباس بيقولوا له يعني مسألة الوسطية دي خير الأمور الوسط، أو التناهي شطط خير الأمور الوسط، بيقولوا له كده. التناهي شطط، التناهي الوصول إلى هنا، إلى النهاية هنا من هنا أو النهاية من هنا. قال خير الأمور الوسط، يبقى التناهي شطط خير الأمور الوسط. يا ابن عباس هل تجد ذلك في القرآن؟ قال أجده في كلام الله. لا تجعل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. طيب الله، أعوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. لا فارض ولا بكر، ولا بكر، لا هي مسنة عجوز ولا هي صغيرة، ولكن أعوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. سبحان الله. نعم. فالأمر بالوسطية ده أمر فهمه الصحابة وجاء به القرآن، فما تجيش تقول أنا هتشدد هنا علشان أحمي أو أقضي على هذا، أبدا. ده أنت إذا وصلت إلى الوسط وأخذت باليسر من كل شيء الذي رسمه والمنهج الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم ورسمه القرآن الكريم، هذا هو المطلوب. يبقى إذن لن تقع أبدا في تشدد ولن تقع في تفلت، لأن الإرهاب هذا أو التطرف الشديد غالبا ما يؤدي، مش بقى بيعدي على الوسط خالص، لأن من بدأ شديدا إذا منقلب بينقلب إلى الجهة الأخرى، بينقلب إلى الإلحاد. صحيح. وهذا ما رأينا. صحيح. نعم. رأينا بعض الشباب تشدد على نفسه ثم ألحد. هو لما يجي يشوف اللي هو الأقصى اللي في هذه الناحية يقول لك لا ده الموضوع كده صعب، فبنروح بقى الاتجاه الآخر. تمام. فلذلك لابد إن إحنا نلجأ إلى المنهج الوسطي، نلجأ إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ليس فيها إفراط ولا تفريط، ليس فيها تشدد ولا تعنت. هي أمة رفع الله عنها التشدد ورفع عنها الغلو ورفع عنها الإصرة والأصل. طيب بما أننا تكلمنا المرة اللي فاتت يعني بشكل مفصل عن التطرف اللي هو التشدد، الجانب الآخر يا شيخ عويضة إيه صوره وإزاي نحمي أولادنا وشبابنا منه؟ طيب أظن الآن الموضوع بينتشر ولكن ليس بصورة كالأولى. نعم. يعني صورة الغلو والتشدد دي صورة أحيانا النفس بيبقى عايزاها شوية. أما الإلحاد هو موجود ولكن على استحياء. نعم. على استحياء. ليه؟ لأن ده ممكن يجد مبرر، السنة، أنا متمسك بالسنة، أنا سني، أنا الله، أو يجيب له آيات ويحرف له المعاني ويقول له والله ده ربنا بيقول كذا فأعمل كذا. نعم. فإذا هؤلاء ربما كانت لهم منابر، ربما كانت لهم مجلات، ربما كانت لهم كتب. نعم. موجودة. أما الإلحاد هو ينتشر ولكن على إيه؟ على استحياء. صحيح. على خفاء. بيخاف قوي. ليه؟ لأن ده بينكر وجود الخالق. كل شيء طبيعة عملته. ويبتدي يعني يعلم من الأشياء، يبتدي ينسبها إلى الطبيعة. خلاص ده موجود وهذا موجود، ولكن ده زي ما قلنا ليه منابره وليه صوته اللي موجود في أماكن كثيرة جدا. نعم. وليه فتاويه. نعم. اللي بتدمر المجتمعات وتخرج الناس. ليه إلغاء العقل والتفكير واللجوء إلى الحروب والتفجير، ده أساسي. صحيح. عند الإرهاب أو عند التطرف، وهذا لا ده نايم خالص. ده يعني زي ما نقول كده عايش ويقول لك أنا لا، ما الكون ملوش إله فأفعل اللي أنا عايزه. فكلاهما مدمر للمجتمعات وغالبا ما يؤدي هذا إلى ذاك. طيب يا شيخ عودة، زي ما قلنا المرة اللي فاتت أن التشدد هو بداية طريق، يعني أنت بتمشي في طريق بتتشدد شيئا فشيئا إلى أن تصل، ممكن يوصل بك الموضوع للإرهاب. نعم.